الناس دي تمشي من هنا والعيال دي تمشي كويس، ما شابوش سروكس، ما يمشوش غلط، ما يضربوش حد، ما مش مشاكل. هو ده اللي عايزينه. بتوع السروكس وبتوع المخدرات وبتوع الدنيا اللي هنا دي تشال من نهائي، عشان كده عيالنا هتتدمر، بنات هتتدمر. انت في هنا السروكس مليان في الشارع، مليان في شارع علني من اول الشارع لاخره، من اوله لاخره اللي بعد الصيدليه كله سروكس، لا مخدرات لا برشام، كده مخدرات وبرشام وسروكس كله بسبب ايه؟ عيال وطار بيشربوا وكبار بيشربوا وبنات بيشربوا، ده ما يليش ربنا. ما ينفعش ولهم شايفين كده. طبعا الاطفال والبنات بيتعرضوا طبعا بياخدوا، وبعدين بيشجعوا من الناس الكبيره اللي بيبيعوا ويقول لهم خدوا بيعوا، خدوا هاتوا جنيه، بيلاقوا فيه سهل لازم يبيعوا العيل، فمش لاقي اهل يقولوا ده جايب الجنيه منين؟ ما لو لقوا اهل بيقولوا ده جاب الجنيه منين؟ ما يعملوش كده. يعني بيوظفوا الاطفال بيدوا العيال الصغيرين، بيبيعوا مخدرات، بيبيعوا برشام، بيبيعوا بلد، بيبيعوا كل حاجه. يا باشا احنا متبهدلين هنا، والاطفال الصغيره متبهدله، والواد اللي مات دوت احنا مش هنسيب حقه. احنا العيال بتاعت الاستروكس دي مش هنسيبها، يا اما الحكومه تجيب لنا حل، يا اما احنا يدونا حل احنا نتصرف. يعني احنا عايزين الحكومه تقول لنا اتصرفوا واحنا نتصرف مع الناس دي. ايه اللي بيحصل في الشارع؟ اللي بيحصل تجاره مخدرات في الشارع علني من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل، 8 بالليل. من 6 الصبح تلاقي الناس واقفه طوابير هنا اكتر من فرن العيش، وبنات واطفال صغيره، واللي بيبيعوا شباب كلها 17 سنه 18 سنه، اكبر واحد فيهم بيبقى سنه 20 سنه، وتلاقيه ماشي بكازلك ومطوه في جنبه، وتشتري عافيه ما عجبكش وما بترجعش، وضرب وتعوير، وكل يوم خناقات، كل يوم خناقات، كل يوم خناقات، وبنات بتقف تبيع وحريم بتقف تبيع، وهنا الدنيا خربانه، واحنا مش عارفين نشوف اكل عيشنا ولا عارفين، وخايفين على اولادنا واخواتنا. وانا عن نفسي ما بخليش مراتي ولا اختي تعدي من الشارع ده، بعد ما كان انضف شارع، وبعد والمنطقه دي كانت انضف منطقه، بقت اسبل منطقه. والله امشي في الشارع، تعالى الساعه 6 الصبح وصور، صور بتاع المخدرات اللي بيبيعوا في الشارع، شباب صغيره كلها بتبيع. لا بيتعرضوا للناس والشباب والبنات في الشارع. يا باشا، والاطفال الصغيره وراح المدارس الصبح بيخافوا يعدوا من هنا بسبب بيع الاستروكس ده. وبعدين اللي بيشرب الاستروكس ده بيموت، يعني يشرب وينام في الارض، يعني مش بيشرب ويمشي كده يبقى ماشي كده، لا ده بيشرب وينام في الارض، تلاقي واحد بيرجع مؤاخذه، وتلاقي واحد بيجيب دم من بوقه. هو الشارع كله اصلا بسبب الاستروكس ده، واحنا متبهدلين. ولا عندك لو عندك اخوات بنات واقفين في البلكونات ما ينفعش توقفهم بسبب اللي هم بيشوفوه، كل يوم والتاني خناقات، شاب بتلاقيه عنده 14 سنه طالع يجيب استروكس يشربه، تلاقيه ماشي في الشارع، انت تخاف تخلي اختك تمشي في الشارع بسبب اللي هي بتشوفه. تبقى فاتح مثلا محلك كده وتلاقي اللي داخل عليك مش فايق لنفسه، وممكن يخبطك بحاجه يديلك بحاجه، بقيت حتى تخاف ان انت تحرص على اهل بيتك، ممكن واحد وانت بتتخانق معاه من الناس دي يبقى معاه سلاح في ايده يقوم مديك اي ضربه كده، هو ضيعك، ما لكش اي ديه كده قدامه، هو خلاص مشي مش هتعرف تجيبه، ويديك انت روحت. مش عارفين نعيش في الشارع، بنشوف كل يوم خناقات، وكل يوم والتاني ناس تموت في بعض وتضرب في بعض، والحكومه نفسنا بقى في الشارع الناس بتشتري سلوكس باي حاجه موجوده في الشارع. عامه انا قاعد هنا في المكان وكنت بشوف الناس اللي بتيجي تشتري، واحد جه قبل كده مؤاخذة الكلمة معاه طبق عليه مكرونة وبانيه، جايب أكله من بيته وبيديهوله، بيديله عليه 10 جنيه، بيقول له أنا عايز تيجي تشربه عشان يرضي دماغه، بيبيع أكله. وشفت واحد جايب معاه واحدة، أي حد يعمل معاه حاجة ويديله المادة يشربه. شفت شباب في جامعات بتيجي تشتري الكلام ده. أنا في تانية كلية حقوق، معايا واحد صاحبي لقيته هنا بالصدفه جاي بيشتري، بقول له انت جاي تعمل ايه؟ قال انا جاي بشتري ستروكس.